السلام عليكم ملوكاتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون بوراك بالدجاج اللي كنت درته في طاوله العشاء، وهذيك الطاوله اللي كانت عجبتكم بزاف وخليتوا لي بزاف تعاليق شابانه، يعني نشكركم بزاف على التعاليق تاعكم المشجعه المحفزه لي فريمون طلع بزاف المورال. نشكركم كامل وقبولاتي لكم كامل بالنسبه اللي خلات لي تعليق، بارك الله فيكم، والله غير نشكركم كامل والله. بالنسبة للشربة برك حبيت نوضح واحد الأمر، الشربة هذيك درنا لها حشيش، أنا برك غلطت في الهدرة قلت معدنوس، كاين اللي فهموني كاين اللي ما فهمونيش. بالنسبة لهذيك لاصوص اللي كنت قدمتها مع الرولي، كنت ديجا أنا كاتبتها لكم في أول تعليق، ولا حبيت نعاودها لكم ما كاش مشكل. وتاني ذو كان جوزو باش نحضروا هاد البوراك، وتاني نجاوب على الديول اللي كنتوا سقسيتوني بزاف من شريتهم، حنجاوب وشنوهم النوعية تاع ديول. اذا هنايا نسحق صدر تاع الدجاج كنت غسلته مليح خليته يقطر، ونقطعو هكا بالطول كما راكم تشوفوا. اذا هنا في مقله كنت ديجا رحيت في هذيك الرحيوه حبه تاع البصل تكون متوسطه الحجم، حطيتها هكذا في مقله كما راكم تشوفوا. راح نقليها مليح هاد الحبه تاع البصل، هي قد ما تكثروا البصل قد ما يجي بنين في هاد الحشو هدايا. اذا هنايا راح ندير له الزيت، وراح ندير له الملح، وراح ندير له فلفل الكحل، ونخليه يتحمس مليح، ومن بعد باش نضيف له الدجاج يزيد يتحمس مليح معاه. هنايا من بعد راح ندير شويه تاع الزعتره، باسكو الزعتره راح تمد نكهه بزاف شابه للحشو ديالي. اذا هنايا بعد ما تحمس لي شويه هذاك البصل كيما راكم تشوفوا، يعني تحسوه باللي دبل لكم شويه، هنا تقدروا في هذه المرحله تضيفوا الدجاج تاعكم ولا صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعتوه هكذا بالطول. يعني نكرر ونعاود قطعوه هكا بالطول باش يعني يجي كلي دي مخسو هكا يبانوا في الحشو تاعكم، ما يجيش دي بتيت كاري ولا، يجي هكا يبان في الحشو ديالكم. زدت له هنا شويه تاع فلفل الكحل، باسكو تعرفوا باللي الدجاج يحب فلفل الكحل ويحب البنه فلفل الكحل. نخليهم يتحمسوا مليح مع بعض حتى وين تحسوا باللي هذاك الدجاج طاب لكم. هنا بعد ما تحمس لي مليح هذاك البصل والدجاج حسيتو بلي طاب لي، راح نضيف هنا كميه تاع الزيتون، تحبوا الزيتون الاخضر ولا الزيتون الكحل كيما حبيتو، وراح نضيف شويه تاع المعدنوس ونزيد نخليهم يتقلاو لي مليح مع بعض. بالنسبه لهذاك الزيتون انا خليته زوج سوايع مقبل في الماء بارد، وكل خطره كنت نبدله في الماء. هذه المرحله تقدروا ديروها تاني. الفرينه راح نخليها الزيت تحمس لي مع الحشو تاعي كامل حتى تحسوا هذيك الفرينه دخلت لكم في الدجاج والبصل والزيتون كما راكم تشوفوا، ولازم تحركوا بسرعه هكا باش ما كلي ما تجمد لكمش ولا ما دير لكمش حبيبات هذيك الفرينه هذيك. كما راكم تشوفوا هنا سيو تخلطوا كلش مع بعض حتى وين تحسوا بلي هذيك الفرينه تحمست لكم مع الحشو ديالكم، ودات بنت الدجاج وبنت البصل والزيتون. ومن بعد هنا ضفت حوالي نص كاس تاع الحليب، ماشي بزاف، ما ضفتش بزاف كما راكم تشوفوا. ومن بعد نبدا نخلط حتى وين تبدا تتقلي كيما البيشاميل سواسوا، يعني تبداو تخلطوا حتى وين تحسوا بلي هذاك الحليب يعني ولاتكم كلي صوص كما راكم تشوفوا. في هذيك المرحله نطفي هنا برك ما تكتروش الحليب. اذا هنايا من بعد كي تخلوا هذاك الحشو تاعكم يبرد يولي ثقيل يولي متجانس، هنا في الاخر برك ضفت له شويه تاع معدنوس كما راكم تشوفوا. تقدروا تزيدوا له الشامبينيو يتحمس معه في الاول، تقدروا تزيدوا له فخوماج هنا واش تحبوا تزيدوا له. انا في الحقيقه ما حبيتش ندير فخوماج، ديجا هذا الحشو هو هكذا راهو بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله برك تكون عجبتكم الوصفه. بالنسبه لهاد الديول اللي كنتوا سقسيتوا لي على الاسم ديالهم، يعني صراحه هما بزاف ملح سورتو كي كاري، يعني بخاتيك تقدروا تخدموا
فيهم بلا ما يعذبوكم. اسمهم ديول حيزيه، انا كنت شريته من عند البوشي وفيهم 12 حبه ماشي 10، يعني سهلين بزاف الخدمه. وهادو مملح بزاف الحاجه معسله كيما لي سيجار ولا كيما ديروا السمسه، يعني هما ملاح الحاجه معسله. مي انا كي لقيتهم يعني في طريقي شريتهم وكنت بزاف سقسيتوني عليهم. اذا هاني قلت لكم الاسم ديالهم، نورمالمون تلقاوهم برك في الحومه تاعكم ولا في لي سوبيرات. اسمهم ديول حيزيه جايين كاري، يعني براتيك والله العظيم. انا سورتو كي درتهم هكا على شكل بريوات يعني ساعدوني بزاف. اذا كيما راكم تشوفوا حشيت ديول تاوعي ودرتهم على شكل البريوات، يعني انا حبيت نبدل هكا الديول تاعي خير من يجوا مدورين، ولا تحبوا ديروهم شكل بريك كيما حبيتوا. اذا هنايا نكمل نحشي كامل الديول تاعي بهذا الحشو هدايا. بالنسبه لهاد الديول قلت لكم اسمهم ديول حيزيه، يعني نعاود، وتاني فيهم 12 حبه شريتهم 12000، هذه هي. اذا تلقاوهم ان شاء الله كامل في الحومه ولا في لي سوبيرات راهم كاينين. اذا نكمل كامل نحشيهم ونجوز باش نقليهم معاكم. اذا هنايا ملاحظه برك، تجو تقلو البوراك تاعكم، يعني هذه ملاحظه بالك كاين بزاف اللي يعرفوها وكاين اللي ما يعرفوهاش. هنا سيو تسخنوا الزيت تاعكم مليح حتى تسخن لكم مليح باش تبداو تقلو في البوراك تاعكم هكا باش يجيكم اللون تاعهم شباب، وتاني يجي الذوق تاعهم شباب، يجيكم كلي طايبين كيما تاع برا، باسكو تاع برا يطيبوهم في الفريتوز. اذا ديروا تاني كميه الزيت لاباس بها وتقلو البوراك تاعكم عادي، يعني تحمروهم على حسب الرغبه تاعكم نتوما. وبيان سور بعد ما تكملوا تقلوا البوراك تاعكم راح ديروه في ورق المصاص هكا باش يتنحى لكم كامل هذاك الزيت الزايد. اذا هنايا وحبيت نقدم البوراك تاعي باش يجي معدنوس من الفوق. اذا هادو هما بالنسبه للبوراك تاعي ولا البريوات تاعي المحشيين بحشو الدجاج. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ونكون جاوبت كامل على الاسئله ديالكم. نقول لكم نحبكم بزاف، الى عجبتكم لا فيديو خلوا لي جيم، خلوا لي تعليقكم رائعه. نقول لكم تهلاو في رواحتكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.